كل الأسر وولادنا الطلبة طبعا منتظرين تشريف أستاذ السيد عطا رئيس مكتب التنسيق ورئيس قطاع التعليم العالي. زي ما بقول لحضرتك المكتب بدأ النهاردة، التنسيق بدأ النهاردة، ولكن خلينا نعرف إيه التطورات. أولا متشرفين بوجود حضرتك معنا. مساء الخير يا أحمد، بيك كل سنة حضرتك طيب، يا رب يكون مستقبل باهر لجميع أبنائنا الطلاب وربنا يوفقهم جميعا يا رب يا رب. عايزين الأول نشرح للطلبة وبالراحة كده عشان ما يبقاش فيه أخطاء، المرحلة الأولى بدأت النهاردة لحد إمتى؟ ان شاء الله المرحله الاولى بدات النهارده لعندي يوم الاربعاء. كويس. واحنا فاتحين دايما بنفتح المرحله لمده 5 ايام. أيوة. على اساس الطالب يقدر لو حتى طالب كتب رغباته بكره بعده وحب يغير رغباته تاني او يعدل في رغباته بيقدر يعدلها في خلال 5 ايام دي. نعم. فانا في نصيحه برضو للطلبه، انا من النهارده الطالب يخش يدخل على موقع التنسيق. أيوة. ويتابع الكليات ويشوف الكليات دي بتاخد اقسام ايه ويتابع الموقع ويقدر يقرا. عندنا في دليل موجود على موقع نفسه. الطالب يا ريت قبل ما يكتب رغباته يقرا الدليل دوت. أيوة. الدليل ده فيه كافه التفاصيل للطالب. نعم. فيعني انا دايما النصيحه اللي بوجهها للطالب ما تستعجلش في كتابه الرغبات. نعم. يعني كتابه الرغبات على الموقع مش هتاخد منك 10 دقائق. نعم. والموقع بيساعدك في كتابه الرغبات بتاعتك. نعم. يا ريت الطالب يكتب رغباته بتأني ويقعد مع اسرته ويقرروا هم يكتبوا ايه. نعم. ولو حتى حصل ان الطالب تردد في رغبه في خلال ال5 ايام دول يقدر يغير براحته، ممكن يغيرها عده مرات لو عاوز. نعم. طيب انا بتكلم النهارده مرحله اولى، بنتكلم علمي علوم رياضه ادب، بنتكلم على كام المرحله الاولى؟ المرحله الاولى بالنسبه كنسبه الاول وبعدين نتكلم على الاعداد. بالنسبه للمرحله الاولى شعبه علوم 88.29 من 100%. أيوة. ده بالنسبه لشعبه علوم. آه. شعبه رياضه 83.41 من 100%. نعم. بالنسبة للشعب الأدبية أدبي 70.61. مرحلة أولى 70 أدبي. 70 أدبي. آه. 70 أدبي. ده المرحلة الأولى حوالي بتدخل في عدد طلبة حوالي 112,000 وشوية. كل الشعب الثلاثة؟ للشعب الثلاثة. آه. إحنا طبعًا كمكتب التنسيق بالنسبة ده بالمقارنة السنة اللي فاتت إيه؟ لا هو في فروق بسيطة جدًا، بس أدبي فوق ولا أقل ولا لا أكتر؟ لا بالنسبة لعلوم ورياضة قريبة خالص من السنة اللي فاتت، بالنسبة للأدبي فرق حوالي 5% عن السنه اللي فاتت. زياده ولا اقل؟ لا زياده. 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 اه. ده بالنسبه ده بدايه المرحله، ده مش نهايه حدود الدنيا للكليات. نعم. ده عمليه تنظيميه لمكتب التنسيق عموما يعني. نعم. مش كون المرحله بدأ من كده يبقى ما فيش يعني دايما الناس بتتكهن بحاجات معينه، ده بدايه عمليه تنظيميه لمكتب التنسيق عموما. نعم. وبعد في خلال الفتره دي الطلبه اللي هي اللي بتقدر تحدد اتجاهاتها رايحه فين. نعم. طيب انا بتكلم النهارده على هذا العدد ال 112 115,000. اه. المرحله الاولى. ايوه ان شاء الله. عظيم. اقدر يوم الاربع اخر يوم، بعد كده النتيجه بتاعتهم بتظهر امتى؟ هو حضرتك طبعا في خلال الفتره بتاع ال5 ايام دول الطلبه بتكتب رغباتها وتشوف. نعم. هي اتجاهاتها رايحه فين. نعم. اما بنقفل الموقع ان شاء الله يوم الاربع الساعه 7 مساء احنا ما نقدرش نفرز ولا نحدد اي اتجاهات ولا اي حدود دنيا للطلبه الا بعد غلق الموقع. نعم. بعد ما نقفل الموقع ان شاء الله يوم الاربعاء بنبدا عن مكتب تنسيق في فرز رغبات الطلبه. اه. بعد كده اللجنه العليا بتكلم السيد بيه على مكان واحد ولا عندي كذا مكان؟ ولا هو مكان واحد على مستوى الجمهوريه؟ لا احنا عندنا مكتب التنسيق الرئيسي في عين شمس. عين شمس. وعندنا معامل التنسيق موجوده في جميع الجامعات الحكوميه. اه. ده شغاله من الساعه 9 ل 3 وزي ما التقرير قال فيها. نعم. متخصصين ومرشدين يقدر يساعد الطالب. نعم. الطالب عنده كمبيوتر شخصي في البيت، الموقع متاح لمده 24 ساعة طول اليوم. عظيم. الطالب افرض الطالب مثلا ما عندوش كمبيوتر في بيته، مش قادر يكتب رغباته بطريقه سليمه، بيتوجه لاقرب جامعه. نعم. لو حتى الطالب في مصيف ومش جامعته يروح للجامعه. آه. في اي مكان لاقرب جامعه ويروح اي معمل حاسب. يعني لو قاعد في مصيف يروح لاقرب جامعه. اقرب جامعه ليه؟ جنبه. اي جامعه. كويس. في متخصصين بيساعدوه، ده تعليمات معالي الوزير الدكتور ايمن عاشور. نعم. للساده رؤساء الجامعات. سهل على الناس. يسهل على الناس كلها. آه. احنا كمكتب تنسيق احنا مهمتنا يعني النهارده كان معالي الوزير الدكتور ايمن عاشور في زياره لمكتب التنسيق، يعني تفقد كل حاجه بنفسه. نعم. يعني مره حتى قابل موظفين بنفسه موظف موظف. آه. وسالهم طبعا الزياره دي برضه زياره برضه بتدي للموظفين ثقه. نعم. وبتدي لهم دفعه. نعم. وكان زياره جميله جدا. بيطمن على السير اللي ماشي ازاي، بيطمن تابع نفسه كل حاجه يعني. آه. تابع من الالف للياء اعمال. نعم. مكتب التنسيق. نعم. وطبعا كل يوم انا بكلم لحظات ولا سياده الوزير. نعم. كان ليه ملاحظات؟ لا والله يعني هو اشاد اشاد طبعا عظيم انه اشاد. اه لا اشاد فعلا يعني. كويس. واحنا بنشكره اولا على الزياره لان بتدي دفعه لمكتب التنسيق الموظفين. آه. يعني لان الموظفين ده المكتب الرئيسي. المكتب الرئيسي في عين شمس ده لثانويه عامه وشهادات معادله. اه. عندنا مكتب الشهادات الفنيه ده موجود في جامعه القاهره. اه. تنسيق الشهادات الفنيه. نعم. احنا برضو بالنسبه برضو عشان خاطر اولادنا الحاصلين على الشهادات المعدله على الرؤيه الاجنبيه ما يقلقوش.
من ضمنهم اللي لهم مرحله ان شاء الله باذن الله منفصله عن بعد الثانويه العامه، مرحله منفصله لشهادات معدل العربيه الاجنبيه، وكذلك للشهادات الفنيه لهم مرحله منفصله. فجميع